الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله علي ولي تشيعوا بضع مئة ربما يا سيدي بضعة آلاف على فكرة في المغرب العربي وهذا خبر لا يصور ألوف تشيعوا وسألت المغاربة قالوا نعم عشرات الألوف والمملكة هناك كأن تقول عشرات الألوف صاروا شيعة مثلا مسألة السماح للشيعة والسماح للسياح الإيرانيين أن يدخلوا مصر وإحنا كسلفيين عندنا يعني حساسية من هذا الأمر نسمع كثيرا من شبابنا ممن تشيعوا شبابنا يتشيع أبناؤنا يحملون هذا الفكر الصفوي الفارس الخبيث أن قرية كاملة في محافظة متاخمة قد دخل نصف أهلها في التشيع والنصف الباقي يراوح قد يدخل قريبا احتلالهم احتلال فكري ليس احتلالا عسكريا كما يفعل اليهود ومنهم على شاكلتهم أنه تم الرصد ما يزيد على 20,000 من المسلمين من أهل السنة صاروا شيعة في محافظة الإسكندرية وحدها واعلموا أن الخطر قادم إليكم إلى أزواجكم إلى أولادكم ذكرانا وإناثا كنت أحذر أن يخترق جسم المغرب من هذه الطفيليات التي تسيء إلى عقيدته وتضرب هويته وخاصة مسألة التشيع هؤلاء مدهم لن يتوقف هم يعملون بالليل والنهار كيف اخترق هذا الفكر في بلدنا أين العلماء أين السودان عليه أن يراسلوا المتخصصين في مقاومة هذا المد الشيعي الرافضي الفتوى الفقهية لمن جلس من أهل السنة على فراش المتشيع الحل الوحي وأن يحرق أن نحذر من التعامل مع الشيعة والشيعة الرافضة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية طهر الله بلادنا منها وأبعدهم عن العباد بتتبع كل من يدعو إلى المذهب الشيعي في مصر والقبض عليه احذروا الشيعة الرافضة كل من يعرف بقرة فيها تشيع يبلغني واحذروا دعاتها الذين يدخلون مساجد السنة ويعتلون منابرها كل من يقف على رجل ينشر التشيع أو يوزع كتابا فيه شيعة نحو ذلك يعطينا فقط الاسم والمكان البحث عن بؤر التشيع للتمكن من محاصرتها هل يجوز مشاهدة القنوات الشيعية وهل يجوز دخول مواقعهم ومنتدياتهم على شبكة النت لا أقول لا يجوز هذا الأمر لا يجوز للإنسان يعني لا يجوز أن يعرض نفسه للشبه قد يسمع شبهة وتقع في قلبه ثم لا يستطيع أما أن تذهب لتسمع ما يقولون فإذا إلى الخمارة واشرب الخمر خير لك لأن تشرب الدخان والخمر خير لك لم تذهب إليهم لا تذهبوا إليهم لا تدخلوا تلك الغرف لا يجوز حتى لو قرأوا القرآن وقرأوا في البخاري ومسلم لماذا لا تسمعون الكلام؟ هؤلاء الشيعة يعني سبحان الله يعني هؤلاء أكثر خلق الله أنا مش عايز أقول الكلام يعني اللهم عليك بالروافض اللهم عليك بالروافض اللهم عليك بالروافض اللهم سلط على الشيعة الزلازل المهلكة اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم جمد الدماء في عروق مرجعياتهم وأئمتهم وعلمائهم والبراكين المحرقة اللهم سلط الشيعة على اليهود وصل الله أكبر أشهد أن عليا ولي الله.